إخوان أخوات الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، عرض جديد، فرصة عمل في سويسرا. الناس اللي بغوا يمشيوا لسويسرا بعقود عمل، كنتي ذكر ولا أنثى، كنتي في أي بلاد من أي جنسية، يمكن لك الآن ترسل الطلب ديالك. كانت أي مهنة كنتي كتزاول، كانت عندك حرفة، عندك ديبلوم، عندك مستوى دراسي كيف ما كان، ابتداء من بكالوريا ولا ما عندكش بكالوريا، عندك تجربة في شي مجال، فأخي أختي كان أدعوك أن ترسل طلبك الآن. جبت لكم موقع ديال المكتب السويسري، مكتب تشغيل كاين في سويسرا، موثوق 100% وكيحط إعلانات ديال الشركات اللي كيستقطبوا أجانب. هذا المكتب ما كتخلص فيه حتى شي حاجة، فقط كترسل الطلب ديالك. هذا المكتب هو وسيط ما بين العامل وما بين الشركة، كترسل الطلب ديالك للعرض المناسب لك، كتعمر الاستماره وكتصيفط الطلب ديالك للمكتب. المكتب كيراجع الطلب، الا كان عرض مناسب لك فكيتواصل معك، يرسل السيره الذاتيه ديالك وكيرسل جميع المعلومات ديالك للشركه اللي غادي تكلف بالتوظيف ديالك. من بعد الشركه كتواصل معك باش كدوز مع مقابله، الا كان الطلب ديالك مقبول ف كتحصل على عقد عمل. إذا أخوتي الأعزاء، اللي كنطلب منكم أنكم الآن تبعوا معنا الفيديو إلى الآخر باش نشوفوا الإعلانات اللي متوفرة في هذا المكتب، ونشوفوا الطريقة كيفاش أننا نعمروا الاستمارة ونصيفطوا طلب بشكل صحيح باش يكون مقبول إن شاء الله. الإخوان والأخوات الكرام، متتبعي قناة أبوارين للإعلان والهجرة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، دائما في تمام الصحة. أخوتي الأعزاء، مرحبا بكم كاملين فين ما كنتوا، تحياتي لكم ومرحبا بالناس الجداد اللي التحقوا معنا، التحقوا بالعائلة أبواني إعلان والهجرة. إذا إخواني أخواتي، إذا كنتوا أول مرة غادي تشاهدونا، ضغطوا على زر الاشتراك، فعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بكل ما هو جديد. إذا غادي نمشيو الآن الموقع إخوان، كيف ما تشوف أول فيديو، تبعوا معنا الفيديو الله يجزيكم بخير حتى الآخر باش إن شاء الله تصيفطوا طلب بشكل صحيح ويكون طلب ديالكم مقبول على بركة الله. إذا خوتي الأعزاء، مكتب سيغما اللي تم الإنشاء ديالو منذ 2016، يعني هو خدام إنشاء شركة ناشئة، تأسست سيغما في عام 2016 لتقديم مناهج أصلية ومبتكرة في مهن التوظيف والاستشارات. إذا خوتي غادي نمشيو الآن لعروض العمل اللي متوفرة مع هذا المكتب، اللي كنقول لكم أنكم الآن صيفطوا لي سيفي ديالكم، صيفطوا طلبات، صيفطوا، بقاو تصيفطوا الإخوان، بقاو تصيفطوا إن شاء الله حتى يسهل الله ما في شي عقد مع شي شركه. اذا يمكن لكم خوتي تقراو مزيان هاد الفقره، دونك غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. استفد من وسائل شركات التوظيف الكبيره مع مرونه الشركه الناشئه، انضم الى فريق مترابط حيث يتم الاستماع للاستمتاع بشكل شخصيه والنظر فيها، نحن بجانبك لمرافقتك ودعمك ومساعدتك على التقديم في الايام الجيده والسيئه. اذا بالنسبه لهذه العروض الاخوان، راه ما كاينش شي متطلبات اللي هما عاليين بزاف، ما كاينش شي متطلبات اللي هما معقدين ولا صعاب، فقط يمكن لكم تصيفطوا لي سي في، عمروا لي فورميلير وصيفطوا الطلب. اذا بالنسبه للعروض عندنا كما كتلاحظوا الاخوان، عندنا بزاف العروض، عندنا مساعد اداري، عندنا مستشار توظيف كيقلب على مستشار توظيف البناء، الناس اللي كيخدموا في مجال ديال البناء ذكور واناث، عندنا ايضا كيقلبوا على مستشار صناعه، كيقلبوا على مستشار توظيف مؤقت. دونك هنا حاولوا تفقدوا كاع العروض، كلشي العروض. شنو غادي ديروا الاخوان؟ غتشوفوا هذه الصفحه وغتمشيو لهاد ثلاثه ديال الشريطات فوالا هنا، وغادي نكليكي على ابحث عن عرض على هذه الخاصيه. دونك هنا غادي يحولنا الموقع لعروض العمل كامله اللي كاينه في الموقع. اذا هادو العروض العمل اللي متوفره كما كتلاحظوا هنايا، مدير الانتاج الرياضي تكنولوجيا المعلومات الالكترونيات الرياضي الرياضه بكالوريوس. دونك هذا عرض عمل. عندنا ايضا شركه كتقلب على مدير مشروع تكنولوجيا معلومات البنيه التحتيه. كاين بزاف ديال العروض، كاين يعني حتى العروض بالنسبه للناس المهنيين، انتم غادي تشوفوا بعينكم الان الناس اللي كيخدموا في مجال ديال السباغه، مطلوب سباغين اولا، اللي كيخدموا في الطلاء ديال المنازل ذكور واناث.
مؤقت، غادي يكون عقد مؤقت، يعني غتخدم عمل موسمي. عندنا كيقلبوا على مهندس برمجيات، كيقلبوا على مختبر ساعاتي، كيقلبوا على صانع القراميد، كيقلبوا على مسؤول ثقافة والناس، كيقلبوا على مدير الحملات الرقمية، الناس اللي كيخدموا في المجال ديال الانفورماتيك، مدير العضوية، كيقلبوا على محلل مالي مبتدئ. دونك قلبوا مزيان، هانتوما سكروليو مزيان، هانتوما الناس اللي كيخدموا في القبس، كيقلبوا على جباسين، هانتوما ديال المنازل. فوالا هذا عرض حتى هو مهم، الناس المهنيين كما كتلاحظوا، عامل كهرباء، الناس اللي كيخدموا في مجال ديال الكهرباء، هانتوما كتشوفوا الاخوان، عروض عمل للمهنيين، فقط انتم توكلوا على الله. اذا غادي ندخلوا لهذا الاعلان ديال جباس ولا قباس. اذا كما كتلاحظوا اخوتي الاعزاء، دونك مكان العمل اللي هو غادي تخدم في جنيف سويسرا، العمل مؤقت عقد موسمي. نحن كجزء من قسم البناء لدينا يسعدنا التعاون مع الشركات المتخصصة في مجال تركيب البلاكو والتجهيز، يعني القبس، وبالتالي فإننا في كانتون جنيف على هذا النحو. فإن مهامك الرئيسية كتذكر ولا أنثى نبحث عن العديد من أدوات الجبس والجص المؤهلة، أخذ القياسات والبحث عن المفقودين واللصق وتطبيق الطلاء، تركيب الأطر المعدنية، اللازر الحراري، دونك هادشي كامل اللي كيتعلق بالجبس. إذا بالنسبة للمتطلب هادشي يكون خاص يكون عندك ديبلوم أو تدريب معادل، يكون عندك ديبلوم في هذا المجال كما كتلاحظوا الإخوان، هيا يكون لديك ديبلوم أو تدريب معادل، لديك خبرة مثبتة لعدة سنوات، يعني كتجيب لهم واحد لاتيستاسيون ديال الخدمة. يفضل يكون ذلك في مجال ديال البلاطخ. فوالا بالنسبة ليكيفالون، يعني كتمشي تما كدي معاك اولا كتصيفط لهم الدبلوم ديالك اولا الخبره المهنيه من هنا، وهما كيديروا لها المعادله، يعني في بالنسبه للقباس في سويسرا. فوالا دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لديك الزي والادوات المحدده، لديك القدره على العمل بشكل مستقل، انت منظم وسريع، دقيق ومتعدد الاستخدامات. دونك هادشي كامل الاخوان، فقط نتوما توكلوا على الله وصيفطوا لي سيفي. اذا هنا كما كتلاحظوا هنايا من نحن، قراو مزيان هذه الفقره الاخوان. سيغما هي وكاله توظيف متخصصه في القطاعات التاليه، يعني القطاعات ديال البناء، قطاعات ديال وظائف اداريه، الخدمات المصرفيه الماليه، التحويل الرقمي، صناعه الساعات، والرعايه الصحيه وعلوم الحياه. دونك هذا التخصص الوظائف اللي كتخدم شركة سيغما. نحن نقدم خدمات تتراوح بين التوظيف الدائم والبحث التنفيذي والتنسيب المؤقت وكشوف المرتبات الناس وهم في تصميم أنشطتنا. نحن نخدم مرشحينا وعملائنا الشريكين بنفس المستوى من الاهتمام والرعاية. كيتواصلوا معك، يعطوك وقت، كيشوفوا البروفيل ديالك، وهما كيتواصلوا معك قبل المشغل ومن بعد ديك الساعة باش كدير مقابلة مع المشغل، من بعد ما كيكون الطلب ديالك مقبول. إذا خوتي وصلنا للاستمارة، هنا كتكتب الاسم الاول، الاسم الشخصي، هنا كتكتب الاسم العائلي، كتختار هنايا سيد اولا سيده، هنا كتكتب الرمز البريدي ديال المدينه. فوالا هنا كتختار البلاد، كتقلب على البلاد، كتي في المغرب، في الجزائر، في تونس، في العراق، في اي بلاد كتختار. هنا راجع تلقاو جميع البلدان. فوالا دونك نديرو ام، نقلبوا على ماروك، شفنا ماروك، فوالا هي المغرب، وكتكمل جميع المعلومات. دونك راه ساهله الاخوان، ما كاينش حاجه صعيبه. رقم الهاتف، البريد الالكتروني. هنا كيف تعرفت على الموقع، هنا غادي ديروا جوجل ولا وظائف ولا نتوما تختاروا الموقع اللي بغيتوا، ماشي مشكل، ولا فيسبوك ولا انستغرام. الوغ هنايا غادي تهبطوا شويه، هنا غتكليكي في هذا المكان هذا على هذه الاشاره، وهنا غتجواني لو سي في ديالك، يكون بالفورما، بهاد لي فورما هادو، بي دي اف ولا وورد ولا بي بي تي ولا او دي بي ولا او دي اس، المهم على حسب الفورما، من الاحسن يكون وورد ولا بي دي اف. ومن بعد الاخوان غتجواني واحد لا ليتر، غنخلي لكم صندوق الوصف في هذا المكان هنايا، غادي تكوشي هذه الخانه، وغادي تكوشي هذه الخانه سياسه الخصوصيه،
ومن بعد اخر شيء غادي تكوشيو هاد الكابتشا باش يعرفكم الواقع ماشي روبو. واخر شيء غتكليكي على اسمحوا لي الاخوان، اخر شيء غتكليكي على ارسال الطلب. هنا غتظهر لكم في هذا المكان ارسال الطلب، غادي يظهر لكم في هذا المكان غتكليكي عليها والطلب ديالك غادي يمشي مباشره للشركه. فانا درت الترجمه باللغه العربيه لذلك ما بانش لي هاد ما كتبانش هاد التقديم، دونك غادي ناكتواليزي لا باج باش نوضح لكم. دونك الان غادي تبان هذيك الاشاره الخضراء باللون الاخضر باش نقدم طلب. هانتوما هي هادي بوستولي، دونك هنا كتكليكي على بوستولي والطلب ديالك يمشي مباشره لهذا العرض ديال جباس. اذا خوتي العزاز هادشي اللي كاين، بغيتكم الان الاخوان هذه فرصه لا تعود، حاولوا تصيفطوا لي سي في ديالكم، صيفطوا لي سي في، قلبوا مزيان، سكروليو في هاد العروض هادو كاملين، ديروا تراديكسيون باللغه العربيه. بالنسبه للغه راه كما شفتوا راه ما طالبين لا لغه، ما طالبينش لا شي يقولوا لي لا كونت في البنكه لا حتى شي حاجه، ما تخلص حتى شي حاجه، كل شيء هادشي بالمجان، فقط تكون انت باغي تخدم وتكون موتيفي والشركه تعرفك انك غادي تعطيهم شي حاجه الا مشيتي، يعني ماشي غتمشي غير هكاك وصافي. فوالا هادشي اللي كان الاخوان، نتمنى لكم التوفيق والله يسهل عليكم كاملين. غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، صيفطوا الان. كان اي سؤال ولا استفسار خليه لي في صندوق التعليقات وغادي نجاوبكم ان شاء الله. اذا خوتي الاعزاء دمتم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.